كاين يعني المؤتمرات التاريخية، المؤتمرات الاتحاد الاشتراكي كتعرف واحد النوع ديال التدافع، إما حول الاختيارات الأساسية بحال اللي وقع في المؤتمر الثالث أو في الاستثنائي، إما حول تمكن من تقلد المسؤولية على رأس الأجهزة القيادية للحزب. لكن مع تطور النضج والتجربة وتطور المجتمع أيضا، وعندنا اليوم قانون تنظيمي الأحزاب اللي تيضع ضوابط، الآن ما كاينش فراغ في هذا المجال، هذا ضوابط نحتكم إليها، هاد الحدة بدأت كتخفت الآن، مما جعلنا كما لاحظتم الآن نتوجه نحو المؤتمر بنوع من الثقة في النفس، بنوع من انسجام. القيادة اليوم كانت حاضرة، الأخوات والإخوة أعضاء المكتب السياسي ارتأوا أنهم يتلقوا نساء ورجال الإعلام ويتقسموا معهم انشغالات والأجواء ديال تحضير المؤتمر، وحنا متوجي المؤتمر يعني، ولا نعتبر بأننا يعني نعيد إنتاج ما كان يعرف سابقا أو ما طرحه أحد الزملاء بالتصدع، بل بالعكس يعني بصدر راح نتابع كل التفاعلات التي تجري، وكل الأسئلة راه لها سياقتها وقنواتها التي تحل فيها. هناك ترشيحات متعددة لحد الآن وما زال باب مفتوح، التي أحيط المكتب السياسي علما بها وقرر إحالتها على رئاسة المؤتمر. إذن الأجواء إيجابية في التحضير للمؤتمر الحادي عشر. أي على تهريب كلمة كبيرة. أولا ليس هناك تهريب مؤتمر، اتحاديين كانوا صعاب على عبد الرحيم بوعبيد ولا عبد الرحمن اليوسفي وعلى السي محمد اليازغي، ما غاديش حتى دابا والسي عبد الواحد الراضي الله يطوله، ماشي عاد دابا غيسهلوا وغادي يحيدوا لهم يعني يتقلموا لهم الاظافر. ثانيا الذي يتابع عن كثر المؤتمر سيجد ان كلمه من هذا القبيل صعيبه جدا، لانها كتمس بواحد الحقيقه ديال الانتماء بالنسبه لعبد ربيه الذي قضى تقريبا 45 سنه أو 44 سنة في هذا الحزب. هذه كلمة ربما أقسى من الاعتقال، وربما أقسى من يعني المواجهات وحتى من التكفير. ربما أن يتهم الاتحاديون اليوم بالتهريب ربما أقسى حتى من ما كانوا يتهمون بالتكفير. ثانيا هناك اليوم أطر قانونية تضمنها قوانين الأحزاب، لا أدري كيف أن الناس يقفزون عن الواقع. وأيضا من يقول بهذا القدر بكل صدق لا يعرف الضراوة التي يدافع بها الاتحاديون على لا فيما يتعلق بالترشيحات الداخلية ولا فيما يتعلق بالترشيحات الانتخابية ولا فيما يتعلق بجميع مواقع المسؤولية. كتخص تعرف أنه أغلب مشاكل الاتحاد في تقديري، وهذا رأيي الشخصي ماشي رأي القيادة جماعيا، حيثما تكون هناك مشكلة ديال السلطة أو انتخاب تكون فيها صعوبة، سواء كان سلطة داخلية هذا باغي نكتب الفرع الاخر ما باغيش، هذا باغي كاتب اقليمي، هذا باغي كتكون منافسة. ايضا فيما يتعلق بالتمثيلية في الانتخابات وفي اللوائح الى اخره، ايضا فيما يتعلق بالتعيينات. فبالتالي ان هناك واحد الصعوبة جدا وواحد الميراث عند الاتحاديين فيما يتعلق بهذا الشيء صعيب. البارح حنا كنا عندنا جلسة كعضو المكتب السياسي، حاسبني الإخوان في فرع رغم أنه ما كانوش بزاف، ولكن كانت محاسبة شديدة فيما يتعلق ببعض الهفوات المتعلقة بانتخاب المجتمع. لا أعتقد أنه الاتحاديين سيغفلون أو يعني ويقبلون أن يهرب المؤتمر. أرجو من كل صدق أن تكون فترة ديال حتى اللي بعد شوية يولي يندمج في الاتحاد، والاتحاد بأولاده يكون اتفاق على أنه كنا جميعا نتوجه نحو المستقبل، ولكن التواضع ثم التواضع ثم التواضع. شنو الرأي ديالك في التصريحات الأخيرة اللي شفت بها حسناء أبو زيد تقول بأننا تغيرنا بشكل قصري، هذا هو سبب انقلاب ديالها على السيشن؟ شوف أنا حقيقة ما عنديش تعليق على ما قالته السيدة في التصريحات ديالها في الندوة الصحفية. هذا حزب مفتوح على المناضلين، حتى واحد ما تيمنعش مناضل يحط رجلو في المقرات ديالو او يجدد العضويه ديالو او يمكن يكون فاعل فيه.
يعني شكل قصري. احنا ماشي في حزب ديال حزب الرصاص كيف ما كنا في دوله ديال سنوات الرصاص، وبالتالي تبرير ما لا يبرر. انا في نظري في الوقت اللي هي كتقول منعت قصريا، راه عادوا مناضلين اللي كان عندهم خلاف كبير وقوي مع الحزب في اطار المصالحه والانفتاح. بل انا شخصيا وجهت لها دعوه للحضور للانشطه ديال المصالحه واللقاء ديال مسرح محمد الخامس، لان لم نقصي احدا من الحضور وهي تعرف ذلك، وهي عندها راه مازال عندها الواتساب، راه عندها الدعوه اللي وجهت لها في 2019. الراي ديالك في السمي ديالك الاتحاد الشراكي، حاليا القيمه ديال الاتحاد الشراكي والوزن ديالو مهدي بن مبارك اليوسفي، كيفاش كيبان لك التراجعات الاخيره اللي ولات على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي باسم الحزب؟ يعني كتبقى هو اللي هو اللي جديد اليوم، هو اللي جديد اليوم جوج الحوايج اللي جداد في هذا الموضوع. هو التواصل الاجتماعي اللي ولا معطى مهم ومؤثر وبنيوي اللي ما كانش شحال هذه، والمستوى ديال التراجع شحال هذه كان الخلاف. ما عمر الاتحاد دوز شي مؤتمر في الهدوء، لان الحزب الاشتراكي كبير، مواليه تيختلفوا على بزاف ديال القضايا، ما تيختلفوش على لي فوندامونتو، القضايا المؤسسه ما تنختلفوش فيها، تنختلفوا على التدبير، تنختلفوا على التوجه، تنختلفوا بعض المرات على بعض التفاصيل. اليوم الاختلاف اللي واقع انتم تلاحظوه، طيب كاين بعض الناس اللي مختلفين وما قلال من حقهم، لان الديمقراطيه خصنا كذلك نقبلوا الاخر شنو تيقول، ولكن ملي كنوليو الاختلاف في الوقاحه وفي البداءه وفي السبان وداك الشيء، هذا ما تيجمعني به حتى شي حاجه اخلاقيا، لان الاتحاد كيف ما كان الحال عندنا واحد المشترك بيناتنا، حنا واحد العائله اللي عندنا واحد المشترك اخلاقي. نختلف معك في السياسه، نختلف معك في التوجه، يمكن تعرضني في واحد العدد من القضايا، تنهضرش على نفسي، تنهضر على المنظومه، ولكن ملي كنوليو في الانحطاط وفي التصريحات اللي ممكن كتكون موجبه يمكن حتى الشكايه القضائيه، حنا ديك الساعه ما كنبقاوش ندخلوا، لانه حنا تنشتغلوا والاخرين قافلة تسير والاخرين في الفيسبوك راك عارف اشنو كاين. اخي سؤال سيدي، انتم كقياديين ديال الحزب كيفاش كتشوفوا بان السيرج كارتي يقول لك انا لا اريد الولايات ولكن انتم مازال كدعموه؟ شنو الاسباب ديال الدعم ديالو؟ بكل صدق تنقولها وقلتها شحال من مره. نعم. الاستاذ دريس الجقر صرح بها شحال من مره. نعم. وفعلا صادق، هو لحد الان اللي تنهضر معك وباقي لنا 3 ايام على المؤتمر، لحد الان ما مقدمش ترشيحه وباقيين تنقنعوه. هذه دعوه ليه باش يعاود يترشح، لانه اللي ما عاش، اللي عاش في احزاب سياسيه ما عرفاتش ظروف الاستقرار، حنا حزب عشنا هاد التكوينه بهاد الالام ديال كل مؤتمر تنخرجوا مقسومين، كل مؤتمر تنخرجوا مختلفين، كل مؤتمر تنخرجوا مدابزين، ما عدا مؤتمرات قليله اللي ما خرجناش فيها مدابزين. كنقولوا اولا الاستقرار، خصنا الاستقرار، خصنا واحد قد يعاود يقاد يبقى قائد واحد الفريق جامع هاد الشيء كامل، قد يخوض المعارك. انتم تعرفوا هذا الخصال متوفره في الاخ ديالنا الكاتب الاول، المعارك ماشي غير الانتخابيه، حتى السياسيه وحتى ثانيا هذا الشيء اللي بنينا ما غاديش نريبوه غدا، خصنا نبنيو عليه، هذا اساس. داك الشيء اش كنقولوا الترصيد، لا كابيتاليزاسيون، هذا اساس اللي تنبنيو عليه باش نطوروا غدا. واعتقد انه هذا ماشي رايي ولا راي المكتب السياسي، هذا راي الاتحاديين. الاتحاديين عياوا، راه قال السي بن عبد القادر، الاتحاديين عياوا من المدابزه ومن الصدام ومن المشادات ونسدوا المقرات، وهذا دا هذا المقر وهذا كاري وهذا الدبز ما خرجوا منه، هذا الشيء فطينا منه، لان المغاربه تنتظرونا نكونوا حزب ديالهم، حزب اللي كيعبر عليهم، ماشي حزب اللي تدابزوا اعضائه على قبل التزكيات، كيدابزوا اعضائه على قبل السياده التنظيميه، هذا الشيء سالينا منه وتنظن بانه ما نعاودوش نرجعوا له في المستقبل. شكرا. اعتقد ان الندوه اليوم كانت مهمه جدا، مختلف الصحفيات والصحفيين طرحوا اسئله اساسيه، وتنعتقد ان القياده الحزبيه يعني اعضاء المكتب السياسي اجابوا عن كل الاسئله وخرجوا ببيان واضح خاص بكل هذه المرحله، لا بالنسبه للتحضير للمؤتمر ولا بالنسبه للاستحقاقات السابقه ديال 2021 ولا بالنسبه للمسار ديال هذه القياده لمده تقريبا 4 سنوات ونيف.